نلف في دواير والدنيا تلف بينا ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدوب، ما بنكتبش الرسايل ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدوب، ساكنين في عالم يعشق الخطر فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوم من القمر وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ساكنين في عالم يعشق الخطر فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوم من القمر وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، نحلم ونحلم بالحياة المفرحة وأتاري أحلمنا بلا أجنحة بلا أجنحة. ندور 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 بجناح حزين مكسور ساعات نشوف في العتمة وساعات نتوب في النور. ساعات عيوننا بالأسى تفرح وساعات في ساعة الفرح منوحة. ولا حاضر ولا ماضي دروس بتلف عالفاضي ولا فينا شباب زعلان ولا فينا شباب راضي. مفيش غير اننا بندور ندور ندور بندور ندور ندور بندور. Thank you.
مامون العمراني مراكشي، أستاذ جامعي جامعة الحسن الثاني عين شق، رئيس مؤسس الفيدرالية المغربية للاستغوار. المهم الفيدرالية أو الجمعية المغربية للاستغوار الدار البيضاء كانت سنويا كتنظم لقاء وطني ديال الاستغواريين المغاربة اللي كيجيو من المغرب كله، الاستغواريين اللي متواجدين، وهاد نفس الاستغواريين اللي بهم تكونت الفيدرالية المغربية للاستغوار، ما يعادل 20 جمعية على الصعيد الوطني. هنا في هذا اللقاء السادس اللي هو لقاء ديال باب بودير تازا، الهدف منه وهو تحسيس الساكنة ديال المنطقة أكبر كارست في المغرب، وكاين تمركز ديال عدة مغارات هنا في المنطقة هذه. اللي لاحظنا وهو أنه الناس كيلوحوا الأزبال ديالهم، لأن كيعتقدوا بأنه إذا لح الأزبال ديالو أو لحيوان مريض، وخاصة الحيوان اللي كيموتوا لهم في السعر، كيقول إذا لحتوا في الغار راه بعدتوا عليا. المنطقة كلسية، والكلس معروف بأنه نافذ بالكبير، أنه ما كيصفيش الماء، وجميع الأمطار اللي كتساقط ولا في ذوبان الثلوج كتدوز عبر ديك الأزبال وكتخرج لنا في العيون. لهذا درنا هذه القضية ديال الطبيب والاستغواري يد في يد من أجل الصحة العمومية. فهما الآن القافلة الطبية اللي كترأسها السي بناني هي صفوف الشرف لي غون دونور، هما الآن كيعالجوا عباد الله، كيشوفوا الناس ديال المنطقة ديال هاد الدواور ديال هاد المنطقة. ولا غدا إن شاء الله غادي نمشيو لكهف حبس الكلاب، اللي كاف كاين قبل ما نوصلوا لحبس الكلاب، الكاف ديال حبس الكلاب كنلقاو عين تودا، عين تودا اللي كيشربوا منها جميع الدواوير ديال المنطقة. هاد عين تودا فوق منها حبس الكلاب، حبس الكلاب اللي مدورين به السكن دايرينه كمطرح ديال الأزبال. إذا اللي غادي يشرب من عين تودا غايشرب شوية ديال داك الأزبال، إما غادي يطيح في البلاصة المريضة والبلاصة المتعفنة، أو لا غادي يطيح في البلاصة هو وزهرو. مني بالأكيد أنه كاين الناس اللي كيطيحوا في البلاصة المتعفنة، دونك إما كيمرض أو لا، إذا كانت القضية مسمومة بزاف فطبيعة الحال كتؤدي إلى الوفاة. لهذا رمزيا طبيب واستغواري غادي إن شاء الله نمكن المغارة، وغادي ندك البلاصه اللي كيلوحوا منها الزبل غنديروا عليها السياج باش الناس ما يبقاوش يلوحوا الزبل، ونفسروا لهم، لان الناس كتعرف اكثر من اللي كتعرف الاستغواري. بالنسبه له حنا غير باحثين او لا مغامرين او لا رياضيين، بالعكس انه الاستغواري يساهم في حمايه البيئه وفي حمايه التراث الوطني، لان المغاره هي تراث وطني، والتشكيلات اللي موجوده فيها هي عباره على ارشيف ديال تاريخ المنطقة اللي كيخصنا نحافظوا عليه ونخليوها للأجيال المقبلة، حتى من أجل الدراسات، لأن مازال الجامعات ديالنا ما نطوراش لدرجة هذه الدراسات المعمقة. فمن هنا المستقبل بالأكيد عندي ثقة بأن بلادي غادي تطور، لأن أولاد بلادي غادي يتطوروا وغادي ندخلوا لهذا النوع من الأبحاث. خسام عبد الحق عضو الجمعية المغربية للاستغوار والسياحة الجبلية، عضو الفيدرالية الوطنية للاستغوار، حق العمل والمتخصص هو تتم العمل الكبير اللي كتقوم به الفيدرالية على المستوى الوطني، لأن الأول كان عمل ديال الإخوان في الجمعية المغربية للاستغوار والدار البيضاء، وكان العمل يعني إفارتي في المغرب، وقدروا يوصلوا لمستوى أن تأسيس يعني أكثر من 20 جمعية، والآن نزخر عدد كبير ديال الجمعيات، واعتبر أن تازا عاصمة المغاربة في الامتياز، الدورة السادسة كتحتضنها، وقد وفق السي العمراني رئيس الفيدرالية أن جبرنا بأن ضروري التنسيق مع الإخوان ديال الصحة، لأن جميع تقريبا المغارات فيهم المخرج ديال المياه الماء الشرب، وهذا الاشتراك كان على جوج حنيك، دونك تقريبا يكون اللي هو ديال مغارة حبس الكلاب الودان ديال اللي غادي يمشيو يقوموا بعملية ديال النظافة ديالها. في الحقيقة الاستغوار هو عمل كبير على مستوى، هو رياضة، هو علم، هو بحث، هو تراث وإلى غير ذلك. الآن انتقلنا للصحة هي دائما العمل ديالنا، لأن دائما كنقولوا حنايا أون جيت أون لاس ريان دون لا كروت أون برون ريان دون لا كروت، حفاظا على التراث ديالها والموروث ديالها، ومن عاوتاني أون جيت ريان يعني ما نخليو حتى حاجة توسخ، حتى شي حاجة ما نخليوها. المستوى دائما يعني
حافظ بشكل كبير جدا على الفضاء اللي كيمشي له في المكان. وشكرا. النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يتكون قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الدروب. اليأس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح ببان، يتكون قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الدروب. المس خضار الشجر، حس بضياء القمر، انقش قلوب عالحجر على شيء ما تندمش. يمك أوام عدي، امشي الطريق، كانوا في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يتكون قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الدروب. في ناس كتير ترضى المصير، ناس تشوف بضمير ضرير، هتكون قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الدروب. خلي مرابلي ايام، لسه الحياة تبقى فاكر، بس انت هيهات تبقى فاكر.
السلام عليكم. S'il vous plaît, un petit peu de silence. On va commencer le bilan de notre action, de notre 138e action des droits de l'homme au Maroc et à l'étranger, comme je précise à chaque fois. Cette opération, donc, ça nous a l'impression d'abord qu'il y a la participation de beaucoup de monde. Moi, j'ai été émerveillé ce matin, hier soir, lorsqu'on s'en est arrivé. Les gens de la santé publique, les gens de la du croissant rouge, énormément de monde. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de malades comme d'habitude, mais il y a beaucoup de mobilisation, beaucoup de moyens, et grâce bien sûr à la participation de toute l'équipe, surtout des ministres de la Caméra, de la Santé publique, qui vraiment vous ont fait un travail énorme. Avant d'entrer en détail, je vais montrer à mes collègues de mettre votre portable en mode silencieux, parce qu'à chaque fois que ça sonne, ça gêne. Et donc, j'aimerais bien qu'on ne soit pas gêné de la présentation. Je demandais à mes collègues, lorsqu'ils vont passer faire le bilan chacun de ce qu'il a fait, d'être un petit peu bref et de ne pas trop entrer dans le détail. Et s'il y a lieu de ne pas utiliser des termes médicaux très difficiles, l'intérêt c'est de faire comprendre la problématique à tout le monde, même les non-médecins. Donc, je commence l'expression du besoin. J'ai dit, voilà, il y a eu un certain nombre de personnes ce matin, mais on a fait passer tout le monde, donc on a participé à la fin de l'action. Je vais entrer en détail le bilan de l'action. Grâce à la participation de toute l'équipe, c'est 1677 bénéficiaires. C'est énorme, alhamdoulilah, mais c'est pas seulement la médecine, la chirurgie, les ateliers, mon psy, a démontré en détail chaque discipline. Je